ماذا يمكن أن تفعل رياضة رفع الأثقال لمدة 20 دقيقة بدماغك؟ فائدة رياضة رفع الأثقال من بناء العضلات وحتى تخفيف التوتر النفسي هو أمر معروف لمعظم لاعبي هذه الرياضة، لكن ما هو جديد ومفاجئ للبعض أن تكون جلسات رفع الأثقال لها تأثير مباشر على عمل الدماغ وخلال مدة زمنية قصيرة نسبياً من التمرين. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. قد طرحت دراسة جديدة من نوعها حول الدماغ والعضلات أن التمرين لمدة 20 دقيقة من الزمن يقوي ويحسن الذاكرة لدى اللاعبين بنسبة 10%. تشير هذه الدراسة إلى أن الشخص لا يحتاج لأن يلعب ساعات طويلة حتى يكون هناك تأثير إيجابي على تحسن الذاكرة. هذا ما أوضحته ليزا ويمبرينغ، رئيسة طالبات الدراسات العليا في معهد جورجيا التقني. في الدراسة قام الباحثون بطرح 90 صورة على شاشة الكمبيوتر على 46 متطوع وطلبوا منهم أن يقوموا بحفظ هذه الصور في ذاكرتهم، ثم قاموا بتقسيم المتطوعين إلى مجموعتين. المجموعة الأولى طلب منهم أن يقوموا بتمرين رياضي معين، بينما تجلس المجموعة الأخرى بدون أي جهد يذكر. كما قام الباحثون بجمع عينات من اللعاب من كل متطوع. بعد يومين اجتمع كل من المتطوعين والباحثين معا، وقام الباحثون بطرح 180 صورة من بينها 90 صورة سابقة الذكر، الصور التي طرحت على المتطوعين في اليوم الأول للدراسة على كل متطوع، وطلب منهم أن يحددوا ما هي الصور الجديدة المضافة إلى المجموعة. ماذا وجد الباحثون؟ لقد تذكر المتطوعون الذين قاموا بالتمرين الرياضي 60% من إجمالي الصور، بينما تذكر المتطوعون الآخرون حوالي 50% من إجمالي الصور المطروحة. وهذه النتيجة تدعمها دراسة سابقة تقول بأن الكبار في السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 85 تتحسن لديهم الذاكرة بمجرد أن يقوموا ببعض التمارين الرياضية، وهذا يكون نتيجة لإفراز الجسم لهرمون التوتر النورابنفرين المعروف عنه أنه له تأثير قوي على الدماغ، بحيث يرسل رسائل كيميائية للمساعدة في استرجاع الذاكرة بسرعة أكبر. وقد تبين في هذه الدراسة أن التمارين الرياضية فعلا تزيد من وجود هذا الهرمون، فالذين قاموا بتمارين رياضية تبين وجود هذا الهرمون في اللعاب بنسبة عالية لديهم عند فحصه. هذه النتائج مشجعة، فبدون القيام بفحص الرنين المغناطيسي المكلف نحن نستطيع من خلال هذه النتائج التنبؤ بماهية المناطق في الدماغ التي كان عليها التأثير الأكبر في استرجاع الذاكرة من خلال التمارين الرياضية، بحسب البروفيسورة في علم النفس في نفس المعهد والمشاركة في الدراسة. إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.